تنطلق في جدة الأحد المقبل فعاليات الهاكاثون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي يحمل اسم هاكاثون الحج. الحدث ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك بمشاركة آلاف المطورين أو المطورين من الجنسين و 18,000 مهتم، ويهدف إلى ابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج. وقد خصص الاتحاد هذا العام جوائز للحدث تصل قيمتها إلى مليوني ريال سعودي بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع. مشاركتك في هاكاثون الحج فرصة أنك تخدم ملايين الحجاج، وكمان يكون عندك أثر مستدام يساعدهم في رحلتهم. جوائز قيمة كبيرة مثل 2 مليون بتكون حافز كبير للمبرمجين والمطورين، لأن أغلب المبرمجين أو الستارتابز عموما دائما عندهم مشاكل في الدعم المادي. فكونها برنامج تجمع كل الحاجات هذه، استكشاف ناس وأوادم يفيدونك في مجالك، فرص مالية لناس يستثمرون في مشروعك، وخدمة الحجاج والمعتمرين، هذا بالنسبة لي هاكاثون رهيب صراحة يعني. وللحديث أكثر عن هاكاثون الحج الذي ينطلق في جدة الأحد المقبل، ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة مسؤول الفعاليات التقنية في الهاكاثون رضا أحمد. أهلا فيك معنا يا رضا. يعني أنتم بتطلبوا من المشاركين حلول تقنية لإثراء وتيسير الحج، هل وضعتم لهم مشاكل معينة وطلبتم منهم أنه يساهموا في حلها مثلا؟ نعم صحيح، يعطيكم العافية. احنا وضعنا عدد من التحديات، منها الأغذية والمشروبات والمواصلات، إدارة الحشود والتحكم في حركة المرور، بالإضافة لترتيبات السفر والإقامة والصحة العامة وإدارة النفايات والتسكين وحلول التواصل. هذه التحديات هي أكثر التحديات اللي تواجه الحجيج في هذه المرحلة، ونحاول بقدر الإمكان أنه نتيح الفرصة لآلاف المطورين إنهم يصنعوا حلول مبتكرة باستخدام التقنية. طيب جميل جدا، أكيد رح تجيكم كثير أفكار جميلة، العدد كبير اللي مشاركين فأكيد حتطلعوا بأفكار جيدة. هل في آلية معينة لتطبيقها في حال أقريتم فكرة معينة؟ صحيح، احنا بيكون ان شاء الله معانا في الهاكاثون عدد من الجهات ذات العلاقه والمهتمة بتحسين تجربه الحج، فحتى المشاريع اللي ممكن ما نالها الحظ انها تكون من ضمن الفرق الفائزه، اكيد اتوقع حيكون لها يعني اكسبوجر ان شاء الله من الجهات اللي مهتمه بهذا النوع من المشاريع. المشاركة حتكون يعني هل حتكونوا مقسمينهم لأقسام بحسب مثلا ما أنت قلت المشروبات وما إلى ذلك، حتقسموهم بحسب المشاكل اللي هم حيحاولوا يحلوها، ولا كيف التقسيم بيكون؟ لا، هو الفكرة إنه إحنا حنتيح هذه التحديات ونحاول إنه نوفر لهم خلينا نقول اللي يسموها الداتا سيت أو الـ APIs اللي ممكن من خلالها يعني يستخدموها في التطبيقات الويب والموبايل اللي بيشتغلوا عليها. طبعا مو محدد لأي أحد إنه والله لازم مثلا هذا النوع أو هذا المجال اختاره، ممكن يكون يعني أكثر من مجال، يعني هي في النهاية أي أفكار وحلول تخدم تجربة الحج إن شاء الله حتكون متاحة في خلال الهاكاثون. طيب جميل جدا، أنتوا تبتدوا إن شاء الله يوم الأحد، هل يعني آلية التسجيل أي أحد ممكن يجي، أي جنسية ممكن تجي أيضا؟ هو فقط كتصحيح إن شاء الله يعني حتكون البداية من يوم الثلاثاء، يعني هيكون بداية الهاكاثون. طبعا مفتوح التسجيل يعني حتى الآن لمختلف الدول من جميع أنحاء العالم. نعم ما زال التسجيل متاح. نعم، نحن بنشكرك على هذه المداخلة وإن شاء الله حنتابع معكم أكيد الفعاليات. كان معنا من جدة مسؤول الفعاليات التقنية في هاكاثون الحج رضا أحمد.